يختار علينا في القميجات، باريس كتختار علينا في العطور وفي الجاكيطات. شوف الصحراء اش مختارها، قيطون متنقل، خفاش. ثم خليكم في اتاي، وخليكم في داك الزي الصحراوي تكبير المؤخره. انت شو واش اختاروا لينا؟ انت شو الصحراوي الناس فاش كانت كتختارها في الجوتشي في تيك تاك وما عرفت فاش كتختارها، ثم جايين مختارين لينا اللبسه خفاش شيبي هذيكم صح. ولكن لبسه بالمقارنه مع بنادم صافي عيا ما بقى باغي والو من الدنيا احسن من اللبسه لك. اه والله حتى كنخرج بها، حتى كيفاش خرج بها؟ واش كتستهتر بالناس ديال العيون ولا كيفاش؟ كيفاش تقول لي خرج بها؟ انت راه مشي بها للكازينو هادي في مازاكا انا صاحبي، راه كلشي احترمني يقول لك هذا صحراوي لاباس عليه. انت ماك مريض واش كتحملني نخرج بها؟ انا غنخرج بها كنبيع الزريعة في كازا، غنخرج بها، راه غنخرج بها زوين. انا راه غير جاي من اوروبا لبسوني هاد الزيت التقليدي، انت كنت كتحملني انا غنخرج بها زعما ام بي وان خارج بها ولا خارج بها شونجي لافير؟ انت راه خارج بها انا خرج بيه، ترى نخرج انا عريان انا ولنا الاعجاب. واحد كيقول لي سباشك فاميليا، واش حنا فاميليا دابا؟ حنا دابا كنهضروا على حرت اللاسة وانت جاي كتقول لي فاميليا، اش غادي ندير فاميليا انا؟ فاميليا كون راه متكية شادة التليفون دابا كتشوف شي حاجة ومحيدة النظاظر وعرقانة. تقرب للفاميليا خليها شي الله يسهل عليها، ما كتشيش للبحر بنات الناس. شيء في البحر اش غادي دير في البحر؟ اش غادي دير؟ داود الله لو فاميليا، دا فاميليا راه هي داك النوع اللي كيمشي للبحر كيبني قايطون، عرفتي كيدير باراسول ويبني قايطون، هذاك النوع فاميليا كيدي شلاضه وطون. اش غادي دير في البحر؟ شي دير في البحر شي تمرض مسكينه، تشوف الفورمات ديال الدريات وتشوف تشوف ابسيكالاسيون، تشوف كي انت الميسكل وديه مسكينه حرت اللاسه. اش غادي مسكينه خلاتش سبك سبون. وانا كن اي تونسي اعلنها على رؤوسكم، اعلنها اي تونسي. لا 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 ريح ودرناها صح بسير وفي السخفة هي وتحنا راه يلا دايرين نص ساعه الله يبغي يلا نكملوا خمشوا نقطعوا لعيبه سامحني يلا هاك سيدي. احنا دابا احنا غنوليو كوبنهاغن، ترى زيت صحراوي خالص هذا. لا شي الصبر عاد دولي الله با إليا سعيدة شرف راه مطلقة. يلا سير حزم حزم مزيان الله دي ضربتك سعيدة شرف مطلقة مال علاش لا لو لعبتي يا زهر مالاش فيها تلقى أحسن مني. راه قاعد جوج واحد كيدير مضادر وبين كيديرهم ماشي بحالي كنديرهم أنا باغي نديرهم هو كيديرهم مفروضين عليه. أي حاجة كتفرض على العقل الباطني فهي كتخرج بواحد واحد الضرورة كتخرج من القلب، حنت القلب كيبغي داكشي اللي هذا والعقل كيبغي شي حاجه انت باغيها فهمتي، كيرفضها القلب وكتبقى ديما مريض وحرت اللاسه والله ماشي حاجه اللي تكون باغيها حتى وكون اكيد غتبدع فيها. انا دابا كنت كندير لايفات كانت كتشوفني 50 ناسيم اخويا راه ماشي فيا السخانه، حتى الخف عليا راه زي صحراوي واش من هنايا عريض ومن هنا مزير، حتى هاد اللبس هذا حتى الخف غير الخف انا باغي نرخف. وعلينا على جلسه البوليزاريو وعلينا عايدة بوليزاريو حيد صاحبي الملك غيسحبني بوليزاريو وعلينها. سمعتوا الدراري اي واحد تحوى مبالجي الصحراوي انا اللي عندي، اي واحد في العالم الدار معاه بزي صحراوي صحراوي انا راه مقود اصلا، راه نجي للزمن بوك داير هكا يلا يلا سير قمر علي ها يلقى حبه امك الجبهه 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 كندوي معاك بحال يلقى حبه امك. قلت لك طالبان ضرب الزمن بوك من الجبل ورجع نعيشها في الجبل بالله هذا مسكين الله يرحمه باش كان قضى عليه ملكه راه بالجبل كيضرب امه ويطلع للجبل بحالي انا طالع السطح دابا وكنضرب امكم ارهابي انا ديال التنمر. وعلينا على الجبهه دوك الصحراويات دابا حنت المغاربه واخدين واحد الفكره تيقولوا الصحراويات زوينات هما فين عمركم شتو راه كيديروا هكا راه عينين شو راه انا بنت زوين دابا شو ها راه اي واحد غيديروا هكا غيبان زوين ها شو ها راه هما هما ما عرفتش كيدايرين ضرني راسي سخن عليا راسي وشعري رطب تفو صافي الدراري وهنا كيهرب التيكس ما عرفتش فين ما عرفتش اش كنت كنقول. انا نعاود لكم القصه ديال هاد اللعيبه كيفاش شريتها بعدا راه ماشي غير شريت بلغاق غدا غلب البلغه تيغلبسها وغنكون ولي نخرج للزنق معروف الصحراوي غنخرج غير بهاد اللبس
غناخذ شي وحده في الخضر. هذه شريتها ب 600 درهم، كنت كندور في واحد المعرض. الدراري اللي باغي يمشي للمعرض اللي كاين حدا الملاح راه اليوم غيتفرتك، ما تحرموش راسكم من ديك المتعه اخويا. سير شوف النحاس والله، سير شوف العطور كيتباع. واحد المعرض صغير، معرض كنت فيه قبيله، طلع لي الدم يلا عقش بيه اليوم. النهار العاشر اليوم غيتفركس، اليوم غيتفرتك نيت غتفركس الدنيا تما. كانوا بالي اللي نقياطن وبالي. سيروا الدراري ذاك المعرض غيعجبكم بزاف، الله يحفظ الله يحفظكم لما سيروا تفكروني وغتسناوه العام الجاي يجي، حيت كاين دابا زوار كيتسناوه هذاك المعرض العام الجاي يجي. هو اللي شريت من عنده هادي، شريت واحد الطاجين، راه هو شريت الطاجين وكنت جاي ويت لفتت انتباهي واحد الصحراويه. وملي كنقول لك صحراويه، صحراويه راه فهمتي، راه قنبله موقوته، شي واحد القنبله موقوته كتبان لك من الدرعيه ديال المراوات، كتبان لك قنبله موقوته. صافي قلت لك عجبتني خذ هكا في الكلام زيد كذا ديتي صافي فهمتيني. ما قدرتي بلاتي كتقيس عليا وكتقول لي هذه تجيك زوينه. انا يا الشهوه ديالي فهمتي، وداك الشيء حشمت من الدريات، كنحشم من الدريات. وهي تقول لي هذه 12000، قالت لي اش كدير اصاحبي، قالت لي كنبيعهم في الصحراء ب 5000 درهم، قالت لي ولكن نخلي لك 12000. ما عرفت واش كتموت عليا ولا حيت ما يمكنش اخويا هذا افونس، راه مهما هي هذه ديال 5000 درهم بعتها لي ب 12000 اصاحبي، واش قالت 500 درهم ولا 5000 درهم؟ قالت لي 5000 درهم كنبيعها، 5000 درهم كتبيعها في الصحراء والله الا خليتها لي ب 12000 قسما بالله العلي العظيم. ودايره 5000 درهم راه بغيتي تاخذها راه خاصك 5000 درهم، ماشي صلصه عاديه، دايره صلصه عاديه اخويا. ورا الناس ديال الصحراء غيعرفوا غيعرفوا هادي شحال ساوي وغيعرفوا اللون ديالها شحال ساوي. قال لك سبك مول المايك، مول المايك سالينا مع البارح، سالينا مع مول المايك البارح في نظرك مول المايك اش غادي مول المايك مالو مول المايك؟ حنا طلعناه في لايف لقيناه في قهوة، شو واش كيدير؟ شو بلا لايف اش كيدير؟ بالك في القهوة كيدور، القهوة ديال المحطة دور تما غادي. الله يسهل هادي دري دريوش هاد الدراري، راه واخا شي وحدين كتكون كذا ولكن كيبان لك بأنه دريوش حنين، باغي غي باغي غيدوي ويكمي وينعس. الله يسهل حليوة، حليوة قالك ولا قاي، واحد سميتو حليوة ولا ولا قاي زعما واو زعما غادي صدام حنا راسو الميريكان، راه حليوة هاداك راه تالا كان قاي راه حليوة هاداك، راه ماشي بحال نهار قلت لكم ام بي 1 صيفطتو للاستوديو في المعارف مشخره فيه، انا صيفطو يسجل الموسيقى هو خاري لي متمزوكم، راه ام بي 1 هذاك راه يديرها فهمتيني، راه تحليوه راه غحليوه هذاك. لا ولا قاي هو القاي غتبغيه بعدا يجي، هذاك قاي هذاك بعدا قاي غايجيش من قاي، هو بعداك قاي حتى بعدا بغيتي تكون قاي تكون قاي. شوفوا فورم التقدير اللي ماشي ديال قاي، الله يسهل عليك اصاحبي الله كتبداو تخربقوا اصاحبي. دابا انت مجوج جوج ديال سناب شات وكذا والبيض مقلي وعارف داكشي، ما كاينش داك ليدام وداكشي، عارف داكشي ديال المعارف بابي كادو داكشي ديال الدراري الصغار، مجوج وطالع كدير ستوريات بان انت قاي. واش غنقولوا انت مجوج؟ كون قاله قاي واحد قاي واحد ما مجوج، حتى دابا مجوج وقاي. غدا ولا بعدا غنشوفوا مرتك حامله وانت كنتي قلتي انا قاي. هنا راه غادي نخدموا اخويا المختبر، راه مختبر غتخدموا انت غتولي فيها لا دي ان غتولي فيها. ومالنا اخويا انت علاش باغي دقيق باش تولي قاي؟ تخدم الموسيقى ديالك مورفي راه ما كيديرش ديال دروس، ما كيديرش ديال دروس، ولكن في الموسيقى كيعطيك في التخصص ديالو. الاوركا اللي خرجتيها من البحر ديتيها للصحراء ما غدير والو، خدم داكشي اللي كدير انت صح، كتب موسيقى ما تبعد على هادشي ديالك هذا هادي باش دير انترفيو بالزعماء انايا نروج الالبوم. تا بوز فلو نهار لاح اوكوبوروس راه كان مع الشي غير بالسويهلة، ولكن العقل الباطن عنده مغناطيسي بالنسبة للراب. خونا رابور واخا واه مع الشي بسويهلة كذا رابور، وانت يا باك تقولي في اندومي وكروفيت ولادين بالسيف اصاحبي، خدم موسيقى اصاحبي. توبا كان مكان كيدير لا ستوريات لا والو، انت ما كتصاحبو الراب انفلونسر خلطتو طوطو طوطو ما كيهداش من ستوريات كثر من كوتر بيمو، ما كيهداش من ستوريات. وانت خويا راه وليتي انت انفلونسر ما بقيتيش راه مع هكذا زعما جيتي تفكر بحال هكا زعما بجديه، علاش كتبوني واخد الحياه بعبث؟ راه حنت هاد الناس عبثاء، انا ما غادي غنديرش معاهم عقلي
مديرش مع المغاربه عقلي، خليني غادي لاعب اوكوبوروس. واحد التصويره خرجها ليا حكيم القصير اللي ما عرفت كيفاش كيشوف الحياه، هو وحده مورو ستورياتو كلهم ديال مورو، كلهم فريع القر كيدير معاه ستوريات. تفو على ود خالتك جاي عندك بلك عندك 6 شهور تمشيتي لفرنسا حارق، مشيتي عاد مورو تما. هو تا هو ما بغاش يقول بانني انا موسيقتي ماشي بحال الواقع، عيشو تبارك مع مورو صاحبي، مجوز مورو مجوز وانت بارك معاها صاحبي شهرين، دابا علين شهرين وباقي بارك معاه. سير دبر على راسك اصاحبي، سير داك الجهد اللي ضيعتي في الخدمة، راه ما ضيعتش منو سيمو لايف ولو 17%، انت شوف شحال ديال الجهد ضيعتي في الحديد ولي زالطير. سير هاكي مو بيسير فحالك، غادي لا يحلم تصويرتي ديرها، انا ديرها. هو شنو على بالو هدها اياها كازا كارتر ماركيت سوبر هاتريك كازا باردون سي بي كات جينك، ها ليفاندوفسكي مارك اربعه ودارها ليفاندوفسكي سي بي كات جينك. هو دابا كيسحبها ما عارف رابعه عدويه، ما عارف ماركيت سوبر هاتريك، ما عارف. هزوا لي تصويرتي في التيران ديال تشميره كنت ماركيت هاتريك على الجيش ومشيت عند الجمهور، ومني ماركي ولا ندير سيلفي درت لي ما، والجمهور ديال تشميره وراه ضاربين تشميره وراه بحال هكا درت لي ما. هو يهز التصويره يقول لي ما كان سي بي كات، هو عاد بالو دابا الرابعه العدويه ما كايناش. سير حكيم سير اسم سي بي كات ولا كان اش قرب من الهضره غتقودها هذه، قال لك غتقودها تا مورو. انا مورو راه لا جا عندي زعما بغا كذا، راه نخشي غير تحت هادي. وشفنا داركم حكيموفيتش هادي راه تخشي طوفو الشاب العربي ومورو ما يبان حتى واحد. البوليس راه كيسولوني وانا حاط مورو جنوي على كبدتو كنقول لي سكوت، هو راه تحت هنا، وانا كنقول لهم لا لا، كنقول لهم لا ما كاينش، ما مشوش انا ما خرجتش انا لابس غير هذه، هو راه هنا يتحرك نتقبل امو كبدتو. الله يديك اصاحبي، انا لقيتونا برزطنا وكبرنا يا غنضربك غادي نمشي عليك للحبس، باي باي الحياه وباي باي 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 الحريه، يا غادي تضربني غتغفلني غنموت باي باي الحياه. ومالنا اخويا علاش مسكين يشدك حجورك سير الحالات ضارب، وكون بغينا نضاربو انا جمال بن صديق هذا اللي باكي يطيح في الهولنديين، هاد جمال بن صديق تلاقيت معاه واحد النهار في مراكش، لا ما خاتنيش داكيلو وسمحوا لي الا كذبت عليكم في شي حاجه، انا راه كاذب في كلشي، سمحوا لي الا كذبت عليكم في شي حاجه. تلاقيت معاه في مراكش في سون دوتير واحد الكاباري مولا سعودي، مولا سعودي انا معايا واحد الدري خونا باسل، وديك البساله ديال الميريكان الاشرار في الحلقه الاولى كي فهمتي خونا باسل واحد البساله يضربك قدام الدريه قرعه ويبدا يضحك مع صحابه فهمتيني خونا باسل مزنق شوط داصر معايا الدريه. عرفت كيفاش انا هكا بحال هكا لما خاتنيش ديكي ما مشيت ما عرفتش مشيت واش باغي نجيب لا كلاص وشي حاجه، كنرجع كنلقى خونا بارك معاه مع النقا هذاك البساله ديال البدراري مع النقا وكي. قلت لي خويا قلت لي راه عيطت على الكارد كور، قلت لي صاحبي هو كارد كور هو عيال سيس ما كيعرف لا كارد كور، هو مشي يدك كيضرب كيقول لي اسكت يا صاحبي واش تبغي تحيد عليا، وانا ساكت جمال بن صديق والله ما نكذب عليكم. وليك البساله مع صحابه كيقول لي ما دابالو مغربي هذا ما بقاو كيضربوا فيا. بقيت ساكت ساكت وكنشوف الدريه ماشي قحبه ماشي قحبه باش نهربو نخليها ولا باش، دريه كتشوفني واعر وغرغرت ويا كتشوف صاحبها كيتهانو زوين فهمتي، وداكشي ديال سبايدر مان. الله يعطيني شي كسيده راجع اش داير كيهين فيا، ورجع اش داير جاب قرعه ديال الشمبانزي بغى يخبط عليا على راسي باش تبدا الحفله، والله ما نكذب عليكم عرفتي يلاه غيخبط عليا على راسي غندور غنشد ليه القرعه نقول لي ود القحبه حشمتها نضربو يقولوا لي خلصها. حطيت القرعه بديت كندخل الزمل بوكش عرفتي كل ضربه بجرحه بوكش كنقعد با الاخرين صحابو الرجلة والله ما قدو الكارد كورة رجعوا للور ما قد حتى واحد رجع، حيت اي واحد غيدخل غادي نحوي الزمل بو. ودابا راه بان لي طيح جوج هولنديين طيح جوج هولنديين كا، وانا مني باغي نضارب. وهاد القصه اللي عاودت لكم والله ما كيدب عليكم فيها، نمشي نضارب اخويا مع ماي غريغور ونمشي نضارب، غنجي غنبدا نضارب مع واحد انا في عوض نضارب معاه، وسير الضاربه صاحبي مع وجهك عوج
وجوع وجوع ناري وجوع وجوع واحد الدري هنا كيسكن في جديده سير ضارب انا عوجك عوجك يدك علاش تجي تضارب معايا ترى وجهك سير ضارب معايا واحد صب وجوع وجوع جاي حتى هو ولد القحبه سير خاص تعوج على شي واحد باش يعوج امك يلا ترجع ترجع للطبيعه ديالك الانسان لوجهه الطبيعي ولد القحبه طارت نمشي نضارب انا مع الربيعي ونمشي نضارب مع الوقت ندير مليرات علاش نرجع ونجي غنضارب في الزنقه الحواله وما بقاوش كيضاربوا عمرك شي حوله كيتناطح ها واحد واحد بشومبري راه عالم اخر راه جاي خير بشومبري والصيف دابا والسبعه العشيه علام علام ضارب معايا بنادم ضارو راسو بنادم خاصو مساج للمخ خاصني مساج المخ هنا مخي عيا واحد جي يقول لك الضارب واش نضارب معاك اصاحبي اش ما علاش غنضارب وحنا ضاربنا انت غلبتيني انا غلبتك بوي زيكا باغي يضربك الله ضربني حسك ليدي نشوف ليه في جبهتو جتاواني نهار الزمل بو هذاك بحال المسيح الدجال نتمونط انا مسلسل بحال المسيح الدجال ويجي ما يقدش يضربني ترى غيضربني غادي غاتكحل غدا تكحل راه بوليسي انا ديك النهار في 48 ساعه ما بغاش يضربني حيت غدا غاتقواد لا ضربتيني اضرب والله حتى غتنهب ليا شي نوض فهمتي ما حبسني خليني ما نوضش ولا شي حاجه فهمتي واحد الروين غتنوض انا مضارب تخيبه صوت تخيل معايا هاد الميزه فيا انا والاوركا قسما بالله العظيم ود النعمه هادي هاي بغيت ناري بغيو يغسلوني ما يلقاوهاش وعلى دعوه قوتها حتى قاد ديت البيت نقلبوا الحلفه هنا هذا البلان مقعود هذا ولي واخويا في الماء قلب على الماء بصوت الوالدين ها هو البيت الدراري قاد ديتو طبون ام طلع عليا ب 6 مليون ونص نص في الطونه شو شو البيت شو 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 هنا فين غيعرف المغرب بان كاين شي حاجه سميتها الجيمين وغيسيطر على الجيمين العالم شو 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 دا بروجيكتور ديال محمد الخامس ها شو وعلى بيت على بيت هذا الله يخلف على السياحية دراري الله يخلف على السياحية والله يخلف على اشهارات ديال تيليجرام طلع له على دارو بواحد البيت واش انا بنيت بيت ياك وفلوس كتدخل من كود برومو ونبني بيت وفي العاون اللي نمشي نتزوج به نمتع قاعدي بي انت غادي تستريمي فيه البيت انايا نمشي نتزوج به داك راه سخون عرفتي شناهو داك البيت ناموسي ونجيب شي مرا شي بنت الناس تحل البيت تلقى السطح ما كاين لا فهمتي فهمتي البيت اللي غندير كيدير هاد البيت كله ناموسيه غادي نحل بحال هكا بحال اللي في القيطون ديال التريب تحل تلقى السطح ونخرجوا نعيشوا الطبيعه راه هو الطاجين كيطيب راه هو ورمضان راه هو نمشيو عاوتاني ليه نغسلو نعيشو على المؤونه فهمتي داكشي اللي سموش اي مستجدات نبقى عايش عليه انا وياه في السطح ويجي الصيف نعاني ومع الزنق يجي الشتا نعاني ومع الزنق هذه هي الحياه اللي باغي نعيشها اما الحياه ديال الانفلونسر والله خوتي تدويت لكم عليها دويت لكم على هذه القضيه وربما راه دابا ما باغيش ندوي بجديه باش ما نبانش براوش ربما ماشي دابا ماشي من القدام ولكن في واحد الوقت غادا تعرفوا بان هذا الانفلونسر ما عايشينش عيشه طبيعيه ديما هز التليفون ديما كدا واحد الاسلاك تلاقى ليه مع ديال الريزو هو كيبقى شي التليفون علاش كتشوفوا بان دوك الناس دابا الروابط خير وسبيل الروابط علاش دابا كتشوف طوطو شو دابا طوطو ديما مسخسخ ديما كدا ما عايش حياه طبيعيه مرتبط بالتليفون صافي حياه وهميه كتخلط ليه مع الحياه الطبيعيه وكيدير امو كيطلع كيضرب في واحد الحياه اخرى انما الانسان الانفلونسر ما كتقدرش تواجه الشخص كتولي انت انفلونسر ما خاصك تدوي معاه بزاف ما كتبقاش قادر تعطي الناس الوقت اللي حداك تعطيهم وقت ما عقلوا على هذه الهضره ما كتبقاش تعطي العائله ديالك وقت ما كتبقاش كتولي انت ديما باغي تدوي في سطوري تشوفك 100 كا واش فهمتوا الفكره اللي بغيت نوصل لك ما كتبقاش انسان طبيعي كتولي انت انسان اجتماعي بزاف كتجتمع مع مع الانفلونسر غاتفهموا هاد البلان من بعد وتسناو الفيلم الدراري اللي غادي نمثل
قريب سميتو العائلة هي كل شيء بالفرنسي، باقي ما درتيهاش في جوجل هذاك ابليكاسيون ديك ديال الفرنسي. غتكون الترجمة غتكون بالانجلي وغتكون كاع داكشي اللي كيتبغى نديرو بالفرنسي وبالعربية العائلة هي كل شيء. زعما انا غادي نكون خدام في مارشي ديال الحوت، مارشي ديال الحوت هنا حدا المون، والعائلة هي كل شيء. كنجيب لي مسترديل شكاندا فهمتي، كنجيب لي اي حاجة وكنشد 70 درهم وكنقسم معاهم. غيتصاب عليا واحد النار غيتشد عليا المرض وغنمشي غنولي ندير الشيمي، غنمرض بالسرطان وغنقرع تاثيرا بان داك البرودوي الشيميك اللي داروا ليا واللي تصلع، وغنصلع في الفيلم والعائله هي كلشي. غنكون بارت انا وخويا الصغير، انا غنموت باقي ليا شي شهرين والعائله هي كلشي. غنقول لي ما عندكش دابا، حنا ما غنمشي وغنخلي عائلتي ما عندهمش، والعائله هي كلشي. وغنولي نبيع المعجون جديدة كاملة، غنطلع بالمعجون شوية غيولي عندي فروع هذاك. عرفتي باش كنفرق معجونة بيكالا بحال هولندا، نعطي هذا ونعطي هذا وغندير الفلوس ونعطي الدار، غتولي عندهم الفلوس ديال المهم. عند المعجون كنصاوبو بالكيماوي بواحد الحنجة، أنا كنت أصلا عندي مع هادشي ديال من بعد في الفيلم غتفهمو، كنصاوب داك المعجون بالكيماوي كنخليك حتى تلطخ بالمعجون، مكتبقاش تقدر تعيش ولا معجون. وغنجمع هادي الفلوس في الآخر مغنموتش، الطبيب بغى يقول لي راه غلطت لك في واحد الورقه ما كنتيش غتموت، ونشوف ليش تخريجه كيفاش نسالي. الشعر غيمشي ولكن الشعر غيمشي غيدوز كتحتار مولا شو نخوي للدرب لا ما تضربوش الله. فيلم زوين لا إلي كل شيء ديال وولتر، واحد فيلم سميتو وولتر هو اللي خديت منه هذا الملخص كما كيدير سعيد ناصر. واحد المسلسل ديال وولتر غنديرو فيلم فيه 7 دقائق. مشيت جيت مصور راسو نشوف لا حنت ديك الطريق ديال مصور راسو خايبه، نشوف لا كاين شي طوموبيل مقلوبه نصورها زعما راه قلبتها في الفيلم نصورها ونخرج منها. كيتقالبوا ديك الطريق ديال مصور راسو ديال الزاويه العقبه الحمراء حدا المدرسه، هذيك خايبه هذيك كيتقلب فيها بنادم ولاد القحابه دوك تاهما اللي في الدخله ديال جديده، ولاد حي الصناعي ماشي توما اخوتي ولاد حي الصناعي قفوا حول الحي، هذوك اللي من هنا اللي ورا القنطره هذوك راه ولاد القحاب، راه كيطلعوا فوق القنطره وكيشيروا على بنادم بالحجر. شو دابا العقليه، شو بنادم اش قال لي راسو واحد غادي بطوموبيل حتى كتهبط عليه بقنطره حجره، ماشي ولاد هذاك اخو واحد الدرب اخر ورا القنطره ماشي هذا حي الصناعي، ماشي ولد حي نطلع ناخذ زبيله من تما نولي براوش كي لك بقنطره بحال جرا كيضيع لك قنطره. هو عنده لعبه هذيك يضرب الحجره من هنا ويدوز ليها من هنا ويشوفها واش غتجي الفلسفه واش غتجي القحبه. الناس اصاحبي في الجابون كيبغيو يديروا قرطاسه يخسروا عليها الملاير فيهم ما يشريو واحد يضربوها فيه، ولكن كيجربوها في الماء حتى هي ود القحبه حجره باغي طيحها من قنطره، وهذيك غير فلسفه لعبه باغي تضرب هنا وتدوز ليها من هنا، وهذه لعبه عنده. وارواح الناس كتمشي واحد فلوكه الله غادي خارج تجيب الحوت وعالم اخر عالم خرا يا راي. انا مقرب لكم بجي بي اس اش فين مشيت اصاحبي ماشي فين ايه راي مازال وولتر عايش عالم خرا. وليد الركلاكي وليد الركلاكي غيصحاب غيمشي للمنتخب غيبدا يدير لهم داك التبوهي اللي كان كيدير الوداد، صحاب راسو غيبدا يقول زياش كذا وقاف كذا. امك تما كتسلب لك الشخصيه ديالك، الشخصيه ديالك كتسلب لك. عام صديق حالي لو جيت راح سمي نكتو مسكين اش داروا هادشي غدا التبوه اللي هذيك زعما لا انايا يلعب ود البلاد الحشسوني. تجيبوا لينا غالياري اصاحبي، جيبوا لينا غالياري اصاحبي، ولا جيبوا لينا صاحبي جيبوا زيدان ولا نتوما مالكم ولاد القحاب دوله وغفرقه كتجيب مدرب وفرقه مدينه، نتوما دوله وما قادين تجيبوا زيدان. جيب لي الركلاكي راسو بحال لافوكا كيرمه تسير جيب لي صاحبي زيدان راه بارك هنا عطيو فيلا في مراكش وجيب زيدان ولاد القحاب نتوما راه دوله وسير قشع. هذيك النهار غادي للكونغو وقلت للمصور يصورك كيتكمي ويصورك متعصب زي الزعمال تابع للحبلين، فين كتعرف شي كوره انت؟ تيقولوا لك المغرب لاعب غدا كاس العالم، تيقولوا لك راه ملعوب هنا راه الفلوس اللي غادي خدامه بحال النصيري ديال الوداد من بيع وشري في البقر ولا كيشاد فرقه البدراوي هو من الزبل ولا شاد فرقه. ويلي انا ويلي زعما تعطوني شي فرقه ونكون كنفهم في هذا الشيء. اهلي عرفتي بحال الراجا، عرفتي شكون غنجيب لي مدرب؟ النجاري مدرب ديال الكوال. غنجيب لهم خالد العسكري نضحكوا شويه نخراو بالضحك شويه
انا غنجيب العلودي فهمتيني، غنجيب واحد المسير وكيفاش الراجل فارق الشعب عن حب، نوليو نربحو الديربي نخرجو كار ندورو عليهم وتشوفو الحلاوه ضرب سلطان. هادو اخويا مضيعينكم في كازا والله. شوف مرتضى منصور صاحبي، شوف شوف كيفاش راد الزمالك والتصريحات وكيطلع مع الجمهور وكذا. هادو هالو دا الناصيري باغي يدير فيها زعما، ما كيبغيش يدوي ماشي حنت لا حنت فيه ريحه الشراب، بغى يدوي معاك تشم فيه ريحه الشراب. هو داكشي علاش ما باغيش يدوي. الواحد البوليسي واحد النهار تيقول لي انت طلق حل فمك، بغى يدير لي هذيك اللعيبه ديال الشراب وانا معرقه قروان. وكنقول له ويدير لي هذيك ديال السخانه وبقى يقول لي تحل فمك. هو خشى لي لقى عندي ما تشارب سبعه يطر تم الطوموبيل وقفت. الطوموبيل من وقف لي حدا الحوزيه، انا خرجت والتر خرجت من وسط وانا نهبط الحوزيه هبطت فين الطوموبيل عامره شراب ومعجون مولاها ما تلقيتها علقت فعلا. يا ربي يا ربي خويا يا ربي، المغرب دي كاس العالم يا ربي يا ربي. وعلاش لا مالا راه كوره راه 11-11 الا شي خطا في هذه بحال هكا مودريتش نخسروا ضد كرواتي، حتى حنا باش ما نعيقوش على الله نخسروا ضد كرواتي، نتعادوا ضد بلجيكا وندوزوا ضد كندا بربعه لجوج غنربحوها ندوزوا. خويا حنا كنتحاسبوا في كاس افريقيا ونتحاسبوا كالكيلاتري تسمى هاني وغندوزوا سبحان الله العظيم. غدوز الدور الثاني غطيح ضد كولومبيا، كولومبيا في غياب زاباطا وفي غياب الكل من خميس رودريغيز ورودريغيو راه غتلعب ضدهم، او تريغيو راه غتلعب معاهم بواحد سبيك ديال ديالهم. ندوزو شكون عطيوني يا روشي بطل قحبه شكون. غنمشيو عند البرازيل، البرازيل بقياده نيمار وحنا بالقياده ديال عبد الرزاق حمد الله ضارب شي شويه ديال السرديل مالي. علاش الا البرازيل ما بقاش تزقل 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 يجي شي بيلانتي زياش يخشيه، ما خشيه حتى على الجول ديال ناميبيا كيبيع البنين في ناميبيا بقى يخشي لك على اندرسون. حتى لا لا حتى لا لا محال المغرب هذا غيمشي يبغى يضرب امهم تلافه وغيرجعوا لا. بعدا شي الارجنتين، الارجنتين نقدر نطلب عليها الله، اما تجي تطلب الله على المغرب هو القحبه. شو واش المغرب كتشوف فيه منهكه منهكه الوطيد وجاي باغي يطلب، تطلب على الارجنتين طبعا على الارجنتين راه بحال ام بي 1 طلب الله على مليون اعطاها ليه صافي ما بقى من تما ما بقى ما بقى شاف مليون في يوتيوب انا ما كيعيقش ملي تسجد الله عز وجل. وغتسمحوا لي اللي دخلت في هذا الموضوع ما كنبغيش ندخل فيه، تسجد الله عز وجل قول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى شي كدد قال عطينا ما كيفهمكمش سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. ملي تبغي شي حاجه من عند شي واحد ما تتلحش عليه ولا ما بحال مثلا تلاقيتي مع الملك. انا فاش ملي تلاقيت مع الملك في البرنوصي قلت لي كيدير السيد بخير صحيحه قلت لي بخير الامور تحت السيطره قال لي الله يخليك لينا الله يخليك لي. بقى كيتسنى فيا نقول لي لاكارت نعطيها لي ولا نقول لي باغي خدمه الحب هذا ما باغي منك والو اخويا. ديما راه موطور الطوموبيل مشى الله ينصرو الله يخلي لينا سيدنا. حنا ماشي سيدنا غنجيو غنبغيوك على حاجتنا، حنا سيدنا راه غنبغيو كحب مجتمع السيسي لابس سرفيط وكيدور. حنا ماشي زعما جاي باغي منك شي حاجه الله يخلي لينا والله يشافي راه في فرنسا مسكين ضر راجلي الله يشافي. ما قلت والو الدراري ما قلت والو، حنا شكرنا ما قلنا حتى حاجه بلا حتى واحد يبقى يقول لي قلب الموضوع قلب الموضوع. اش قلت صاي اهدا صاي كتجبد المشاكل ما قلت حتى حاجه. اش قلت الملك شكرته اخويا تلاقيت معاه هو غيبقى عاقل عليك ملك يمشي لفرنسا غيعقل. والله حتى تلاقيت معاك سيدنا اقسم بالله تلاقيت معاك في برنوكس راه ما غيعقلش يقدر نتشد ندوز الحبس، ولكن راه والله حتى تلاقيت معاه واخا يجيو اي واحد يضربني والله حتى تلاقيت معاه. واش هو ولا انا كتمع جن مهم والله حتى جاني سيفه هو الله ينصره الله يخليه الهيبه ديالو ان شاء الله. انا قلت حاجه دابا انا ما درت حتى الواس وانا داوي مع سيدنا انتوما كتبقاو لا لا كذا ريحوا من ديك المطارقه ديال من خويا. اش قلت الله ينصره الله يخلي لينا انتوما كتجيو كتبغيو الدوش زعما باش جوقه تجمع وكذا مالو 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 ولاد القحاف زيرو من ديك الصحراء غربيه نيت باش ندير المزيان. الصحراء طب امك الصحراء يا ولد القحبه مغربيه
حتى أن يلد الأرض ما فيها. صحراء مغربية والتراب مغربي. طب أمكم صحراء، شمن صحراء عندكم؟ صحراء مغربية ولد القحيان، صحراء غربية، صحراء الزمل بوك، صحراء شحال مخسول على ذي الفلوس. الملك راه ما عرفتش وصل معاه شو دابا، الله يخلي لينا والله ينصرو. شو شحال من دولة تخاصم معاه على قبل الصحراء، السنغال البارح آخر وحدة. الصحراء ما تقيساش اخويا، الصحراء حتى الرملة ما غاتمشي منا، كاميو ديال الرملة ما غاديش تهز من ديك الصحراء، ديك الصحراء ديالنا حنا باغينا وغيجي الوقت ان شاء الله باش نمشيو نحروها. كانوا حروها ولكن ما حروهاش، حروهاش مزيان فهمتي، مشيو بالكاميوات. انا الدراري مطريده بارفان غنمشيو، الدراري مطريده سبورتي فهمتي، غنمشي ندي السكواد ديالي ديال فري فاير وغنوقفهم فهمتي. الدراري مطريده تا غادي ليا واحد واش داخل الحرب وغادي ماك تاكل في كومير في طون، غادي حرب كلام يوم ما تربحهاش. لا انا غندي دراري مطريده سبورتي فهمتي، غنجمع صحاب حكيموفيتش نقول لهم دراري واحد كومبيتيسيون في طنجه، غنطلع الزمل بوم الكار وغنديهم الصحراء. ولد القحبه كومبيتيسيون، تجي شوف هاد الكومبيتيسيون، شوف واحد الصحراء غيعطيني القياده الملك الله ينصرو، اللي تنجيب الصحراء بالذكاء بالذكاء وبالحرب الكلاميه. وتشوفوا التصريحات اللي غنولي ندير لكم، نولي نقول لكم اليوم غندخلوا على الجهه الغربيه وانتم في اللايف، والجنود كيتفرجوا في اللايف، وغندخلوا وغنجيبها غنجيبها لو فانغاني والله. هادو ما عيانين، ما عندناش شحال من كيميو بعدا تقلبها في الطريق، هذوك ديال المسيره الخضراء لما ولينا كنستهزئوا منهم ونولي غادي للحبس. راه شحال من القاضي يقدر ياخذ هادشي بجديه الدراري، والله راه ما كنضحك ما والو. ما بعرف تصور معايا غادي من جديده غادي حتى للصحراء والشافر الاولين فهمتي ديال الكريمي الشراع شنو راه غيقدر يكون غادي يدين عاسو كاميوات مدكدكين، راه مشي وما رجعوش. الله يخليهم لينا كل ما كانوش هما اخويا، راه هذوك اللي حروا الصحراء ما حروهاش مزيان فهمتي، حروها وصافي شويه اما كون حروها مزيان اش شناهو، راه ما عمرهم ما غيدورو. دابا كيجيو دابا المغرب مرخيه، المغرب مرخيه ما كتوقفش على شغلها. انت يا صاروخ